ليس تقليدا سنوي بل تجسيد لروح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. تفطير الصائمين جماعيا بتمويل من فاعلي خير. كما ترون الجمعية تستهدف ما يقارب من 300 إلى 250 فرد، وإن شاء الله نسعى في الأيام القادمة وفي الأعوام القادمة إلى تطوير هذا العمل إن شاء الله. خيمة الإفطار واحد من مشاريع إنسانية تنفذها جمعية البشائر في منطقة الجبارة بمريس للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان. ولن نشكر جمعية البشائر والقائمين عليها، ونشكر أهل الخير لهذا المشروع الكبير الذي لعامنا الثالث، والذي يفطر أكثر من 200 أو 300 نفر. ونتمنى من أصحاب الخير الدعم، أن يستمروا في هذا الدعم. بأجواء رمضانية مفعمة بالألفة والتراحم الإنساني يجري إطعام أكثر من 250 فردا طوال ليالي الشهر. شكرا للجمعية اللي استدعوا احنا للمساكين. بتفان كبير يعمل فريق الطباخة لإعداد وجبة العشاء وتقديمها للصائمين عقب عودتهم من صلاة المغرب، حيث تقدم لهم وجبات الإفطار المختلفة. طبيخ المشكل العادي والفرم والعصيرات والموزري وجميع الفواكه اللي نقدم لهم في اليوم، يعني نوعية من تشكيلة في اليوم. لا تعكس مشاريع كهذه معاني التراحم والشفقة فحسب، وإنما تذهب لأبعد من ذلك بكثير، من سمو للنفس الإنسانية تجاه بعضها حتى لا يبقى محتاجا للطعام خلال شهر رمضان. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.